طبعا انا مش محتاجه اقدم اخونا الكبير واستاذنا دكتور عادل محمود غني عن التعريف. هو هيبقى معانا النهارده في السيمبوزيوم بتاعت روش. دكتور عادل، بروفيسور عادل محمود is an eminent speaker. He is professor of internal medicine and rheumatology, عين شمس University, and he's the head of the rheumatology unit, عين شمس University. دكتور عادل محمود هيتكلم على rheumatoid arthritis towards optimum outcome. اتفضل يا دكتور عادل، the floor is yours. اتفضل. مساء الخير على حضراتكم جميعا، كل مؤتمر وانتم طيبين. وطبعا في البداية لازم أشكر المجهود العظيم اللي قام به كل الإخوة والزملاء والأساتذة الأعزاء في تنظيم هذا المؤتمر، وطبعا تحت قيادة الأستاذ الدكتور صلاح عبد الباقي رئيس الجمعية. وطبعا أحب أشكر شركة روش على دعوتها الكريمة أن أنا أكون معهم في السيمبوزيوم في المؤتمر. أنا هستأذن بس حضراتكم ان انا يعني هقفل الشاشه عشان اعرف اتكلم، ولكن انا في الاخر برضو موجود مع حضراتكم. عنوان البرزنتيشن النهارده على الروماتويد ارثرايتس towards optimum outcome. خليني ابدا بالاجنده افتر اشورت انترودكشن، هدخل في الموضوع على طول وهتكلم على الثيرابيوتيك تارجت and strategy in managing RA patients. وبعد كده هتكلم على الأكتمرا، هتكلم على الأكتمرا في مواضيع كتيرة قوي تهم حضراتكم وحاجات احنا بنحتاجها كتير قوي في الـ daily management of patients with rheumatoid arthritis، والدور بتاع الأكتمرا in management of rheumatoid before I conclude my presentation. خلينا نبدا من ان الروماتويد ارثرايتس از نوت ذات سمبل ديزيز. الروماتويد ارثرايتس از ا ديستراكتيف ديزيز، ديستراكتيف ريجاردنج الماسكوسكليتال سيستم، لكن ايضا ده الانفلاميشن او الستورم اوف انفلاميشن والسيتوكاينز اللي بتحصل. يبقى في ستورم اوف سيتوكاينز like the storm of cytokines اللي بتحصل في الكوفيد 19 اللي احنا كنا شغلين نفسنا بيها especially الفترة الأخيرة. فأنا عندي في الروماتويد ارثرايتس ايضا ستورم اوف سيتوكاينز بتطلع، ودي بتؤدي الى سيفير انفلاميشن اند انفلتريشن اوف ذا اميون سيلز تو ذا سينوفيوم اوف ذا افكتد جوينتس، وده اللي هو بيؤدي الى الستورم اوف سيتوكاينز والريليز اوف ديجراديتيف ميدياتورز اللي هتحول الجوينتس بتاعتنا من جوينتس حلوه وجميله وطبيعيه كده الى جوينتس زي ما حضراتكم شايفين دامجد وبيري ارتيكولار اوستيوبينيا، والقصه بتاعت الاستابليش روماتويد ارثرايتس. اذا الروماتويد از نوت ذات سمبل ديزيز. And our target in managing patients with rheumatoid arthritis is remission. أو زي ما دايما بنقول إيه؟ إن هو our mission is remission. With remission you have to stop inflammation. You have to stop damage and joint destruction. You have to restore the functional ability أو بمعنى آخر to prevent the functional disability. وعشان to achieve your target، عشان to control the inflammation وتمنع الدمج وتحسن الفونكشن، you have to follow a therapeutic strategy. الثيرابيوتيك استراتيجي أنا مش هتكلم عليها بالتفاصيل، لكن هتكلم على أهم items فيها. أول حاجة مهمة هو الـ early accurate diagnosis. بنشوف كتير عيانين fibromyalgia misdiagnosed as a rheumatoid arthritis، وأيضا العكس صحيح. بنشوف عيانين ممكن lupus وجايين بmusculoskeletal disorder أو complaints misdiagnosed as rheumatoid arthritis and so on. فمهم قوي الـ early، مش بس الـ early والـ accurate diagnosis. مهم قوي to assess the disease activity. لازم اعرف انا بتعامل مع انهي روماتويد ارثرايتس، مع اجريسيف او بروجريسيف ديزيز، ولا مع مودريت ديزيز اكتيفيتي، ولا مع لو ديزيز اكتيفيتي، ولا لازم مهم قوي تو اسس الديزيز اكتيفيتي، عشان بناء على ده انت هتبني الاستراتيجيه بتاعه العلاج بتاعك. البور بروجنوستيك فاكتورز، مش كل عيانين الروماتويد زي بعض، ودايما اقول it is a dynamic disease. يعني العيان اللي عنده very high titer of anti-CCP او روماتويد فاكتور، او عنده swollen joints كتيره، او انه العيان عنده early erosions، او العيان failed to conventional synthetic demands، او العيان عنده extra articular manifestations like subcutaneous nodules and so on. These patients are of
بور بروجنوزس، ولازم طبعا نحط عينينا في وسط راسنا واحنا بنعالجهم. البيشنت ويشز والبيشنت كاركترستكس مهمه جدا. يعني العيان اللي عنده روماتويد ودايابيتس غير اللي عنده روماتويد وهايبرتنشن، روماتويد اسكيميك هارت ديزيز، روماتويد وديسلايبيدينيا، غير العيانين اللي هم روماتويد بس. كمان البيشنت ويشز ريجاردنج التريتمنت، ظروف العيان، ظروف حياته، ظروف شغله، يقدر ياخد الدواء ازاي، يقدر ياخد حقن، يقدر ياخد اقراص، وات ايفر، كل الحاجات دي، يقدر ياخد دواء كل يوم او كل اسبوع او كل شهر. فدي كلها مهمه. العيان مش عايز ميزوتريكسيد، العيان مش عايز اقراص، وهكذا. كل الحاجات دي should be considered in our strategy. الايرلي تريتمنت از فيري كروشال اند فيري امبورتنت. واحنا بنقول انه الاي سي ار يولار كلاسيفيكيشن كرايتيريا في 2010 اتعملت عشان تو سيلكت patients اللي انت هتستارت فيهم ميزوتريكسيت، مش انك هتستارت تريتمنت. يعني لازم مباشره تبدا العلاج. And it is a crime to delay the treatment for patients proved to have rheumatoid arthritis. مش لما تبدا العلاج العيان بياخد العلاج ومع روحه بقى ومع نفسه، لا، regular monitoring. كتير بيجي لنا عيانين من حتت بعيده، كمل، انت تشخصت، خدت العلاج، اتحسنت، الدنيا بقت كويسه، كل 3 اشهر من فضلك زور اقرب دكتور روماتيزم في المكان اللي انت شغال فيه. ريجولار مونيتورنج فولو اب مهم جدا. كمان كل الدراجز يو هاف تو ميجر او تو ويت ذا بينيفيت ريسك ريشيو. This is what we call العناوين بتاعه الثيرابيوتيك استراتيجي. طبعا السيمبوزيوم نص ساعه، وبالتالي انا مش هقدر اخوض بتفاصيل كتيره، ولكن الثيرابيوتيك استراتيجي دي هتخليك تعمل السيلكشن اوف يور ميديكيشن. واحد من اور فيري امبورتنت فيري بوتنت وبتحتاج له بكتير قوي في اور استراتيجي ان ديلينج ويز بيشنتس ويز روماتويد ارثرايتس هو التوسيليزوماب او الاكتمرا، اللي هو اي ال 6 ريسبتور انتاجونست، اللي هو موجود من 2010. هنتكلم على الاكتمرا. هنتكلم على الاكتمرا في ايه؟ ده دواء احنا استخدمناه كتير وعارفينه كويس. هتكلم عليه في بعض الحاجات اللي تهمنا او اتليست بنفكر بعضنا بيها. اولا هتكلم على الافيكاسي ريجاردنج انه يستخدم مونو او كومبو. مونو يعني لوحده، كومبو يعني ويز كونفشنال سينثيتك ديمارز سبيشالي ميزوتريكسين. هتكلم على الافيكاسي في البارامترز المختلفه من الروماتويد اكتيفيتي، في اللونج ستاندنج روماتويد، في الايرلي روماتويد، في كل الكلام ده هنتكلم عليه كافيكاسي وايز. هتكلم على الايرلي اونست اوف اكشن، ودي عن تجارب، يعني مش تجربه واحده، دي عن تجارب كتير. العيان افتر ذا فيرست انفيوجن بعدها باسبوع واسبوعين بيقول لك لا انا اختلفت خالص، الفاتيج راح، البين راح، الاكتيفيتي احسن، وهكذا. فالارلي اونست اوف اكشن مهمه. كمان الكوركشن اوف فاتيج، احد الحاجات التي يتميز بها الاكتمرا عن كل ادويه الروماتويد ويفر كانت بايولوجيكس او كانت كونفشنال سينثيتك ديمارس او تارجتد سينثيتك ديمارس، الامبروفمنت اوف فاتيج اند انيميا زي ما هنشوف مع بعض. الاميونوجينيسيتي از فيري لو اند دازنت امباكت ذا اكتيفيتي اوف ذا دراج. كمان مش بس بيحسن العيان كلينيكالي، ده كمان راديوجرافيكالي زي ما هنشوف مع بعض في الاكت ري ترايل. والسيفتي العاليه بتاعه الاكتمرا زي ما حضراتكم عارفين، هو انفيوجن وانس بير مانث وعلى 100 سم ملح في خلال ساعه ويزاوت اني بري ميديكيشن. فتعالوا نبدا مع بعض ونبدا نتكلم على بوينت، وهبدا اتكلم على الافكتسي از مونو اور كومبو. وما معنى كلمه مونوثيرابي؟ يعني هدي بايولوجيك من غير كونفشنال سينثيتك ديمارد. امتى احتاج البايولوجيك من غير كونفشنال سينثيتك ديمارد يا جماعه؟ ده عيانين بنشوفهم كل يوم، العيان اللي هو اللي عنده انتوليرانس للميزوتريكسيت او الكونفشنال سينثيتك ديمارد الاخرى انكلودنج الفلونامايد او الهيدروكسيكلوروكين. في ناس كتيره عندها الرجي من الفلونامايد او الالفيشن اوف ذا ليفر انزيمز اللي بنشوفه. طبعا مش هكلمكم على الانتوليرانس للميزوتريكسيت، يعني اكيد حضراتكم كلكم عارفين. فاذا سواء ادفيرس افكتس او كونترا انديكيشنز، فكل الكلام ده بنحتاج فيه مونوثيرابي. خلي بالكم العيانين اللي عندهم ليفر ديزيز، العيانين اللي عندهم رينال ديزيز، انا طبعا بعد بعض التجارب اللي انا شفتها في العيانين، انا العيان اللي كرياتينين 1.3 1.4 على الابر ليفل اوف نورمال او
معدي النورمال ب 0.1 وحاجات كده، انا ما بستخدمش فعلا فيه ميزوتريكسين، لان العيان ده ما بيعديش 4 5 اسابيع وتلاقي جاي لك بسيفير بوم مارو سبريشن وبان سايتوبينيا واورال انسرز، فطبعا مهم قوي. فتخلي بالنا ان العيانين الهيباتيك واللي عندهم رينال ديزيز او الميزوتريكسيت انديوست انترستيشيال نيومونايتس او نيومونايتس، يعني كل دول مش هنحتاج فيهم مونوثيرابي. كمان النون ادرنس للميزوتريكسيت، عندي يجي يقول لك ماشي بتكتب له الدواء لانه ما عندوش حل تاني فخلاص، بس هو تيجي تقرره فتلاقيه ما بياخدش الدواء بتاعه، الدواء بيضايقه بيعمل له فتيج. العيان اللي تقول لك انا باخد الحقنه بفضل تعبانه يا دوبك ارتاح يوم يجي ميعاد الحقنه اللي بعدها، او لو انت مش قادر توصل لافكتيف دوز، وده بنشوفها كتير، كل ما تبدا تعلى بالدوز عشان تكنترول الروماتويد الليفر انزيمز بتاعتك الشوت بتاعت العيان، وبالتالي هنا كل الحالات دي انا بحتاج فيها مونوثيرابي. ودي اللي هي اليولار ريكومنديشن فور مانجمنت اوف روماتويد ارثرايتس بتاعه 2019، اخر ريكومنديشن انا مش هتكلم عليها كلها، انا بس هجيب سيره الريكومنديشن رقم 9. لو حضراتكم رجعتوا للبيبر هتلاقي الريكومنديشن رقم 9 بتقول ايه، ان البيولوجيك دي ماركس والتارجتد سينثيتك دي ماركس مالهم تو بي كومبايند ويز كونفشنال سينثيتك دي ماركس. تمام، طب افرض ان انا مش قادر ان انا استخدم conventional synthetic DMARDs as a co-medication، الريكومنديشن بتقول لك ايه، IL-6 pathway inhibitors and targeted synthetic DMARDs may have some advantages compared with other biologic DMARDs. يعني لو هستخدم مونوثيرابي استخدم IL-6 inhibitor Actemra ولا استخدم anti-TNF؟ طبعا استخدم الاكتمرا او الاي ال 6. تعالوا نشوف الاستاديز، ودي امبيشن ترايل ودي واحده من اوائل الترايلز على الاكتمرا، ودي الترايل دي كانت بتكمبير ايه؟ بتكمبير العيانين اللي عندهم مودريت تو سيفير روماتويد ارثرايتس لما ياخدوا ميزوتريكسيت او ياخدوا الاكتمرا از مونوثيرابي. عايزين نشوف الاكتمرا مونوثيرابي ان كومباريزون للميزوتريكسيت اخباره ايه؟ نشوف الافيكاسي وايز، ده ال 12.1 اللي حصل لهم ريميشن على الميزوتريكسين على الاكتمرا مونوثيرابي من غير ميزوتريكسين من غير حاجه ثانيه 33.6%. الاكتمرا از ذا اونلي دراج شود الاونلي بايولوجيك شود سوبريوريتي على الميزوتريكسين، ده بالداس 28. ايضا لما العيانين بتوع الروماتويد دول سب كلاسيفايد انتو ايرليير روماتويد ارثرايتس بقاله اقل من سنتين، حضراتكم شايفين اهو البرسنتج اوف بيشنتس اللي كانوا حصل لهم ريميشن ده بالداس 28 اللي هم ايرليير اللي هم عمر الروماتويد اقل من سنتين 18% ميزوتريكسيت تقريبا 2 اكتمرا. طب واللونج ستاندنج، اللونج ستاندنج 7.3 ميزوتريكسيت 28% اكتمرا مونوثيرابي، مونوثيرابي احنا بنتكلم هنا فيرسس الميزوتريكسين الداس سواء في عينين روماتويد ان جنرال او لما العينين سب ديفايدد انتو تو جروب اقل من سنتين واكثر من سنتين. طب وريجايدنج الاي سي ار ريسبونس، الاي سي ار 20 مفيش فرق الاثنين سواء كان اللي باللون عارف ده موف اللي باللون الموف ده اللي هو الكومبو واللي باللون الاخضر ده المونو، زي ما حضراتكم شايفين البي فاليو ذير از نو سيجنيفيكانت ديفرنس، نفس الكلام الاي سي ار 50، نفس الكلام الاي سي ار 70 ونفس الكلام الاي سي ار 50. ده كمان الاي سي ار 70 نيوميريكالي البيشنتس اللي اتشيفد الاي سي ار 70 كانوا اعلى من الكومبو، تخيلوا المونو اعلى من الكومبو من الاكتري ستادي بتاعت الاكتمرا. وده بينعكس على ايه؟ بينعكس على الريتنشن اوف ميديكيشن، العين يفضل ماشي على دواء وعلاجه، ودي اللي بنسميها الريتنشن اوف اكتمرا ويز اور ويزاوت ميزوتريكسيت. لو الميزوتريكسيت بيفرق، بيفرق كافيكاسي ادد تو ذا اكتمرا، او بيفرق انه يقلل الانتي دراج انتي بودي، كان هنا هتلاقي الريتنشن احسن العيانين اللي بياخدوا كومبو عن العيانين اللي بياخدوا المونو. الـ دي الارتكل دي من الاكتري
ار اي ترايل، انا مش هخش في تفاصيلها. بصوا حضراتكم الكونكلوجن، there was no significant difference in توسيليزوماب ريتنشن بتوين المونوثيرابي اند كومباينيشن ثيرابي وذ ميثوتريكسيت. اذا اضافه الميثوتريكسيت ما فرقش كتير، ما فرقش في الريتنشن، ما فرقش في الريتنشن لانه الانتي دراج انتي بودي فيش نيوترلايزنج انتي دراج انتي بودي، والافيكسي اوف الاكتمرا مونوثيرابي عاليه، وبالتالي الريتنشن ريت كانت واحده. وكمان الافكاسي في البيشنتس اللي فيلد دي مارتس، تعالوا نشوف الافكاسي اوف اكتمرا ان بيشنتس وذ مودريت تو سيفير روماتويد ارثرايتس اند بريفيوس ان ادكويت ريسبونس للدي مارتس، دي اسمها روز ترايل. بصوا الكونكلوجن، هذه الاستادي ديمونستريتد ذا افكاسي اوف توسيليزوماب ان امبروفينج ميجرز اوف ديزيز اكتيفيتي، فعيانين اللي عندهم مودريت تو سيفير روماتويد ارثرايتس who failed to respond adequately to the DMARD therapy. بص معايا كمان، rapid improvement in clinical outcomes was demonstrated in a sub-study as early as a week one. وده اللي أنا قلته في أول البرزنتيشن، بعد أسبوع واحد تلاقي العيان جاي لك فارق كتير عن ما قبل، as shown by test 28 والpatient measures والسيري أكتيف بروتين. إذا efficacy wise للأكتمرا improving كل الميجرز اوف ديزيز اكتيفيتي فور بيشنتس هو فيلد دي مارتس، وكان الامبروفمنت از ايرلي از ذا فيرست ويك. طب وات اباوت البيشنتس اللي عندهم inadequate response للانتي تي ان اف؟ تعالوا نشوف الترايل دي والاستادي دي بتتكلم على عيانين moderate to severe rheumatoid arthritis او active rheumatoid arthritis with inadequate response to mean DMARDS and or anti-TNF، يا اما DMARDS بس او anti-TNF او الاثنين سوا، ودي a large open label study. تعالوا نشوف الكونكلوجن، بص معايا الكونكلوجن بتاعتنا، in patient with rheumatoid arthritis who were DMARD inadequate responder وكمان TNF inhibitors inadequate responder، يعني العيانين دول خدوا DMARD خدوا anti TNF inadequate responder، لما خدوا توسيليزوماب او اكتمرا، خلي بالك اكتمرا او توسيليزوماب، شايف زائد ناقص اللي مكتوبه بعد التوسيليزوماب with or without DMARDS حتى monotherapy provided A. واحد rabbit، اثنين sustained efficacy without unexpected safety concerns، وبالتالي هو الحل في البيشنس اللي كمان عندهم inadequate response either to DMARDS or to anti-TNF or to both، وكمان you can use it as a mono ثيرابي زي ما الكونكلوجن بتاعت الاستادي. دي استادي جميله جدا لسه منشوره اونلاين، ما اتنشرتش في الارثرايتس اند روماتولوجي، منشوره اونلاين في الارثرايتس اند روماتولوجي، بتادرس الافكتفنس اوف اتمرا ان بيشنتس وذ روماتويد ارثرايتس از نوت افكتد باي كوموربيديتي بيردن اور اوبيزيتي، والاستادي دي من امريكا من يو اس ريجستري. يبقى الاكتمرا افيكاسي از نوت افكتد باي ايذر كوموربيديتي بيردن اور اوبيزيتي. اخش على الكونكلوجن مباشره لان الوقت ضيق جدا والحاجات كتيره اللي انا عايز اعرضها على حضراتكم. ان ذيس ريال وورلد اناليسيس، خلي بالك دي مش ده ريال وورلد ريجستري، الاكتمرا واز فريكوينتلي يوز تو تريت بيشنتس ويز هاي كوموربيديتي بيردن اور اوبيزيتي. And effectiveness of Actemra didn't differ by either the comorbidity or the obesity status. وبالتالي حتى لو عندي patient obese أو patient عنده a lot of comorbidity, you can use safely الأكتمرة، هيبيض وشك وهيديلك الريزلتس اللي أنت محتاجها. بعد ما اتكلمت على الإفكاسي، تعالوا نتكلم على early onset of action. أنا هتكلم على سلايد هي من الاوبشن ترايل، والسلايد دي بتوريني الداس 28 مع البيشنتس اللي بياخدوا الاكتمرا اللي هم بالاخضر واللي بياخدوا البلاسيبو بلس ميزوتريكسيت، وهنا ده اكتمرا بلس ميزوتريكسيت. بص الريسبونس، الريسبونس بعد الحقنه الاولانيه زيرو، قبل الثانيه 4 اسبوع، حتى بعد اسبوع بالكثير 2
انا وصلت لامبروفمنت هايل بالنسبه للتست 28 ريميشن، ان التست اقل من 2.6، فبيديني رابد افكت. مش بس رابد، بص حضرتك معايا طول فتره الاستادي عندي سستين افكاسي. لا حقيقي انا كده بظلم للدواء، لانه مش سستين، لا ده بروجريسيفلي امبروفنج، يعني هنا مش زي هنا في الكيرف زي ما حضراتكم شايفين، وبالتالي مش سستين كمان، ده بروجريسيف امبروفمنت في التاست 28 ريميشن عيانين اللي عندهم روماتويد ارثريتس، وبالتالي الاكتمرا بيديني فاست اند سستيند امبروفمنت في التاست 28. نتكلم بقى على الفاتيج والانيميا، والفاتيج والانيميا من الحاجات المهمه، وعيانين الروماتويد ارثريتس يجي ما تلاقيش عنده ولا سوولين جوينت ولا غيره، لكن عمال يقول لك لا انا ما اتحسنتش انا عندي الوت اوف فاتيج. تعال نشوف كده هذه الاستادي دي اللي منشوره في 2019 وبتتكلم على الفاتيج في عيانين الروماتويد ارثريتس. ما عنديش وقت ان انا تؤدس هذه الاستادي ان ديتيلز، ولكن الحاجه اللي عليها ستار زي ما حضراتكم قدامكم بالاحمر دي في الكونكلوجن بتاعت الاستادي، تعال نشوفها بتقول لنا ايه. بتقول لنا الاكتمرا از افكتيف ان ريديوسينج الديزيز اكتيفيتي اند results in a clinically significant improvement. في ايه بقى غير الديزيز اكتيفيتي امبروفمنت؟ في ايه clinically significant improvement؟ في واحد الفاتيج، اثنين البين، ثلاثه swollen joint count، اربعه morning stiffness، خمسه السليب، سته الديبريشن، سبعه الدست 28. وبالتالي هو بيحسن كل البارامترز انكلودنج الفاتيج والبين. إذا الأكتمرا is effective in controlling الفاتيج، مش بس كده الأنيميا. تخيل إنه at least 40% of our patients with rheumatoid arthritis have anemia. Anemia of chronic disease. بتحصل ليه الأنيميا of chronic disease؟ لأن الانترليوكين 6 بيطلع الهيبسيدين. الهيبسيدين production هو ده اللي هيؤدي إلى ظهور الأنيميا. Through use of أكتمرا، ال 8 ملي جرام بير كي جي وانس كل اربع اسابيع هتحسن الانيميا زي ما حضرتك شايف كده. ده المين هيموجلوبين ليفل، دول اللي بياخدوا البلاسيبو، هنا اللي بالاخضر ده اللي بياخدوا الاكتمرا زي ما حضرتك شايف. هايلي سيجنيفيكانت ديفرنس في الهيموجلوبين ليفل 24 اسبوع ما بين عيانين اللي بياخدوا اكتمرا واللي ما بياخدوش اكتمرا. فدي من الاوبشن ستادي، وبالتالي انا مش بس بحسن الفاتيج، انا كمان بحسن الانيميا اوف كرونيك ديزيز اللي موجوده عند العيانين. تعالوا نتكلم على الاميونوجينيسيتي. يا ترى وات اباوت ذا اميونوجينيسيتي؟ الاستادي دي منشوره في 2017 بتتكلم على لو اميونوجينيسيتي اوف اكتمرا ان بيشنتس وذ روماتويد ارثريتس، وتعالوا نشوف الكونكلوجن بتاعت الترايل. The immunogenicity risk of tocilizumab, سواء subcutaneous وده مش موجود عندنا لسه في مصر and IV treatment was low. أنظر as a monotherapy or combo مع conventional synthetic DMARDs وبالتالي very low immunogenicity. Anti-actimera antibodies developed among small proportion of patients وفي نفس الوقت small proportion دول had no evident impact on the pharmacokinetics أو the efficacy أو the safety. وده بنشوفه، وده اللي بيديني sustained response، وده اللي بيديني high retention عالية مع الأكتمرة. تعالوا نتكلم بقى على structural damage، وعندي مفاجأة لحضراتكم في الحتة دي على مش بس reducing the radiographic progression، ودي من الـ ACTRAY MRI study، study بالـ MRI على joints بتاعت عيانين الـ rheumatoid arthritis، بتشوف الـ osteitis والـ synovitis والـ erosions عيانين الـ rheumatoid arthritis، وبتقول هذه الـ study إنه there is a rapid suppression of synovitis and osteitis. وبالتالي there is a reduction in structural joint damage progression. حصل ده مع العيانين اللي بياخدوا أكتمرا، سواء بياخدوا أكتمرا مونوثيرابي or in combination with methotrexate. الاستادي دي شافت الأشعات الـ MRI في أول الاستادي ثم بعد 52 أسبوع، وده evident زي ما حضراتكم شايفين من الترايل. زي ما حضراتكم شايفين ده التوتال شارب سكور، هنا ده الميزوتريكسيت، هنا ده الاكتمرا
بلس ميزوتريكسين، زي ما حضراتكم شايفين البروجريشن از فيري مينيمال، ما جابش 0.3 بالنسبه للتوتال شارب سكور، ولو قسمنا الشارب سكور ريجاردنج الايروجن 0.17 ريجاردنج الجوينت سبيس ناروينج 0.12، وبالتالي الاكتمرا مش بس كلينيكالي افكتيف، مش بس افكتيف ريجاردنج امبروفمنت اوف انيميا اند فاتيج، مش بس ملوش اميونوجينيسيتي، مش بس فاست اونست اوف اكشن، ده كمان بيمنع الراديوجرافيك دامج والراديوجرافيك بروجريشن. وهنا النون بروجريشن اللي بيحصل مع البيشنتس اللي بياخدوا اكتمرا بلس ميزوتريكسيت فيرسس اللي بياخدوا ميزوتريكسيت، طبعا هايلي سيجنيفيكانت ديفرنس زي ما حضراتكم شايفين. المفاجاه بقى، المفاجاه كومباريزون اوف ذا افكت اوف اكتمرا مونوثيرابي اند اداليموماب بلس ميزوتريكسيت، اكتمرا مونوثيرابي فيرسس اداليموماب بلس ميزوتريكسيت ان بون ايروجن ريبير، ان ايه؟ ريبير اوف ذا ايروجنز في عيانين الروماتويد ارثرايتس. الاستادي دي اسمها ري بون، واحنا كنا دايما نتساءل هل الايروجنز ممكن يحصل لها هيلينج؟ تعالوا نشوف الاستادي دي الاوبجيكتيف بتاعها كان ايه؟ زي ما حضراتكم شايفين تو كومبير ذا افكت اوف الاكتمرا اند التي ان اف اللي هو الاداليموماب بلس ميزوتريكسين في ايه بقى؟ in inhibition of inducing repair of the existing erosions في العيانين اللي عندهم very early rheumatoid arthritis. طب عملوا ايه عشان يعرفوا هذا الكلام؟ تعال نشوف الميثودز. دي كانت prospective study وكانت بتاخد عيانين عندهم active erosive rheumatoid arthritis with inadequate response للميزوتريكسين. هيتقسموا الى تو ارمز العيانين اللي عندهم ايروزيف روماتويد ارثرايتس دول، ارم هياخد اكتمرا مونوثيرابي، الارم الثاني هياخد ايه؟ هياخد اداليموماب بلس ميزوتريكسين. الاستادي دي الفتره بتاعتها او مدتها ايه؟ 52 اسبوع. الايروجنز هتتعرف ازاي؟ الايروجن فوليوم كانت اسست في الميتاكاربال هيد، في الميتاكاربال هيدز اوف بوث هاندز، وفي الراديوس بتتقاس بايه؟ بهاي ريزوليوشن بريفرال كوانتيتيف سي تي ات ذا بيز لاين في اول الاستادي، ثم بعد سنه في اخر الاستادي. بالاضافه الى مش بس بكمبير الراديوجرافيك دامج او الايروجنز او الايروجنز حصل لها هيلينج ولا لا، ده كمان بنكمبير الكلينيكال ريسبونس سواء اللي بياخدوا اكتمرا مونوثيرابي او اداليموماب بلس ميزوتريكسيت باي الداس باي الاس داي وباي ال والداس اي اس ار افري 12 ويكس. ده كانت الميثودز. تعال نشوف مع بعض الكونكلوجن بتاعت الريبون ستادي. ادي الكونكلوجن اهي، الريبون ستادي شو ان الكاميرا مونوثيرابي achieves more pronounced repair of existing bone erosions عن مين؟ عن الاداليموماب بلس ميزوتريكسيل. اكتمرا مونو اداليموماب كومبو regarding الايروجن هيلينج كان repair of the erosions مع الارم اللي خدوا اكتمرا مونو ثيرابي، وبالتالي الاي ال 6 انهبيتورز او الاكتمرا is a central factor for الاي ال 6 نفسه سايتوكاين is a central factor for the disturbed bone homeostasis in the joints of patients with rheumatoid arthritis. تعال نشوف على الجنب بالاحمر فوق how might this impact on clinical practice and for future developments. ده مهم جدا لان therapeutic strategies that inhibit IL-6 I mean الاكتمرا may be preferentially used to achieve repair of the bone damage اللي بيحصل في rheumatoid arthritis and bone erosions in rheumatoid arthritis shouldn't be seen as irreversible lesions زي ما حضراتكم او زي ما احنا كنا عارفين. هنتكلم على السيفتي اخر حاجه، السيفتي اوف الاكتمرا زي ما حضراتكم شايفين هنا اكتمرا 8 مللي جرام من الامبيشن ترايل، اكتمرا مونوثيرابي فيرسس ميزوتريكسيت مونوثيرابي. لو اتكلمت على اي ادفيرس ايفنتس او سيريس
adverse events or serious infection أو adverse events leading to discontinuation أو leading to dose modification. There was no significant difference ما بين الـ 2 arms اللي بياخدوا أكتمرا لوحده واللي بياخدوا ميزوتريكسيت لوحده، وبالتالي السيفتي از الميزوتريكسيت اللي احنا بنستخدمه كل يوم هاي سيفتي بروفايل. ريجاردنج الدوز اوف اكتمرا مش محتاجه ان انا اقولها، حضراتكم عارفين الاكتمرا بيستخدم 8 مللي جرام بير كي جي بودي ويت، بيتاخد مره كل 4 اسابيع، بتتحط الدوز على 100 سنتي محلول ملح، بتتاخد اي في دريب اوفر 1 اور، وبتتاخد كمان without pre-medication، لا بحتاج انتيهستامينك ولا ستيرويدز قبلها. ودلوقتي شركه روش اعتقد عامله يعني مشروع حلو قوي ان هو ممكن الانفيوجن نفسها حد يروح يديها للعيان في المكان اللي عايش فيه. حضراتكم عارفين انه عندنا في 3 فورم، عندي في ازازه، الازازه دي هو كله 20 مللي جرام بير ملي، الازازه دي 4 مللي وبالتالي فيها 80 مللي جرام، الازازه دي 10 مللي وبالتالي فيها 200 مللي جرام، لان زي ما قلت لحضراتكم 20 مللي جرام بير ملي، والازازه دي فيها 20 مللي 400 مللي جرام، يعني 20 في 20 ب 400 في الافيلابل كونسنتريشنز بتاعت الاكتمرا. 8 مللي جرام بير كي جي بودي ويت. Ladies and gentlemen, now it is the time to conclude my presentation. Actimra is the first biologic therapy for rheumatoid arthritis to inhibit interleukin 6. IL-6 is the most abundant cytokine in the rheumatoid synovium and is the key driver of chronic inflammation and autoimmunity. Actemra monotherapy is superior to methotrexate in the treatment of patients with rheumatoid arthritis. But in essential, Actemra showed a great efficacy and safety in RA patients, especially those having anemia and/or fatigue or systemic features, either as a monotherapy or combo with methotrexate. Actemra is the only biologic, and I say biologic, is the only biologic to date to show superiority over methotrexate. الاكتمرا دوز زي ما حضراتكم عارفين 8 مللي جرام بير كي جي بودي ويت given by IV infusion over 1 hour with no required pre-medication. يعني ممكن الممرضة تدي للعيان لأنه هو في safe infusion and given once every 4 weeks. This was my last words, ladies and gentlemen. And finally, I'd like to thank you all very much for your kind attention. بشكركم شكرا جزيلا جميعا زملائي واخواتي الاعزاء في الجمعيه والمؤتمر. بشكر مره ثانيه شركه روش على دعوتكم ليا ان انا اكون معاهم في السيمبوزيوم. شكرا جزيلا ونلتقي يا رب في المؤتمر الجاي باذن الله فيس تو فيس مع بعض متجمعين سواء في المحاضرات وفي الغداء برضو مع بعض إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور عادل. As usual, highly scientific, elegant and elaborative lecture. احنا for the sake of time, احنا we have one question. دكتور عادل حضرتك طبعا you have covered all aspects, nearly all aspects in rheumatoid arthritis clinically and nearly all aspects in Actemra as a biological therapy inhibiting IL-6 in patients with rheumatoid arthritis. كان السؤال بيقول what about virus C patient عندها virus C treated cured from the virus C, is there any contraindication for treatment with tislelizumab Actemra? شكرا جزيلا يا دكتورة سماح. ما اعرفش انتوا سامعيني كويس ولا لا. لا سامعين حضرتك كويس تمام. بشكرك شكرا جزيلا وبشكر مرة تانية كل القائمين على المؤتمر الجميل ده. ربنا يوفق الجميع بإذن الله. ريجاردنج الفيروس سي انا هتكلم مش بس الاكتمرا, انا هتكلم على كل الميديكيشنز بتاعت الروماتويد ارثريتس. Once in the patient had an effective treatment, there is no contraindication for any of the medications used for managing patients with rheumatoid arthritis, including طبعاً الأكتمرا. وبالتالي مدام العيان خد الـ effective treatment ما عندناش أي مشكلة خالص. شكرا يا دكتور عادل وبنشكر شركة روش لمشاركتها معنا في المؤتمر وإنها أتاحت الفرصة لدكتور عادل يبقى موجود معنا.